طب دلوقتي لا في حد سائل بيقولك السرطان مع الرجل الحوت والسرطان مع الرجل الأسد. حلو، يعني ست سرطان وقدامها عريسين حوت واسد. حوت واسد طبعا تاخد المائي اللي زيها، التوافق هنا بيبقى اعلى. الحوت الحوت السرطان التاني اللي هو ايه، العقرب، دي ابراج مائيه، دول احنا شله مع بعضنا، اسره مع بعضنا، ناخد من بعضنا. كمان انا كان عندي تصور ان الترابي لو اخد مائي طينه سوا يعملوا عجينه. بس احسن ما ياخد هوائي، اخد هوائي تبقى عاصفه بقى، لكن مائي وترابي تمام. مائي وترابي تمام، بس الاحسن له مائي زيه، والترابي ترابي زيه، والترابي والناري ناري زيه، كلنا ناخد من بعض. طيب لو هتحيز شويه بس للستات بقى، وبعدين ناخد من الصفحه. يعني لو قلت لك ايه اكتر برج في الستات جدع مثلا او صاحب صاحبه، العقرب. اكتر برج محظوظ في الحب والحياه الاجتماعيه في الستات، الميزان. في الستات محظوظه اكتر ليه؟ تقولي ليه؟ عشان عاقلين جدا. عاقلين، مش عايزه حد يزعل. طب اكتر برج يعني هيتعرض لصدمات مثلا في الستات في الابراج، كالعاده الجدي. جدي اكتر برج هيصدم، وهو اللي مش ما تثقيش فيه قوي، ما تثقيش فيها قوي تبقى صاحبه. كست ما تثقيش فيها قوي تبقى صاحبه. قلابه. جوزاء. جوزاء. ايه ده، نعرف مين جوزاء عشان اقطعها مبدئيا، اقطعها احتياطي. جوزاء زي ما قلتي، على حسب اللي ماسك الشيفت. اكتر ست على فكره السرطان جاي على الصفحه كتير جدا، عشان بس ما تقوليليش لا يا جماعه فين الحوت كلام. يا جماعه لا، الحوت نصحى شويه. مش فاهمه الحوت والتور. والتور. طيب اكتر ست ممكن تبقى شاطره في عالم في الشغل وعالم البيزنس، وهتعمل تعرف تعمل فلوس. الأسد. يعني الاسد. طب لو نصايح بقى، لو قلنا نصايح مثلا، بما اننا برنامج ستات، لو هتقولي نصيحه لكل برج الاول قولي لنا عيب كل برج وتنصحيه بايه من الاول. يعني عيب برج الحمل ايه في الراجل والست؟ طيب في صفات هتلاقيها مشتركه ما بين الراجل والست في الحمل. بس احنا هنا بنبنبك ستات، هنتكلم عن الستات. هيزعلوا من الرجاله بعتيه. مش في رجاله بقى. ماشي اوكي. نبدا بالستات. الست ست الحمل ست ناشفه شويه، مش بتاعه الدلع، مش بتاعه الحاجات دي، مش مرنه، خلقها ضيق حبتين. بس مش معنى كده ما بتحبش اسرتها، بتعشق اسرتها، بس بتحبهم بطريقه براكتيكال شويه. فده عيبها. انما تيجي عند مميزاتها، تحمل مسؤوليه، يعني فاقت التوقعات. صح. تحمل صح. مسؤوليه تعتمدي عليها. وجدعانه جدا. مش معقول. يعني عيبها انها ناشفه شويه الست الحمل، وميزتها انها متحمله للمسؤوليه. بس الثور، وخدي وقتك. الثور عيبه لا تقبل النقد. ايه ده؟ لا تقبل النقد، تصدقيني. لاحظي ان كلامك جارح. يعني وتنصحيها بايه بقى؟ استني بس، طيب انا زي ما انت كنت في صفك في ماشي. لا صح. انا هبتدي بالعيوب. ايوه ماشي. هو في عيوب، هو عيب واحد وانتهى الموضوع. في حد فيه عيب واحد؟ طيب ففي ناس بتشتغل على الموضوع ده، وتحاول ان هي ايه، تعرف ازاي تسيطر على نفسها لما يتقدم لها نقد. حسب انتقدتيه ازاي برج الثور. طبعا طبعا، ودي بنقالها كل الناس. لو هتنتقد حد لازم تنتقده صح، عشان ما اي برج هيتضايق بالانتقاد. لا بس بس هيقدر اللي بيدافع عن نفسه باستماتة الطول، لحد ما يوصل لك ان انت القرار اللي قلتيه ده غلط، او الحكم ده خاطئ وغصب عنه هيفتح. دي حقيقة. انا اسف، انت عندك حق، انا ما كنتش فاهم كده، فاهم؟ لا يتقبل. عنادي يعني. طبعا عنادي جدا. وسريع الغضب، بيتعصب بسرعه. ماشي اوكي. ويقلب الترابيزه. من مميزاته برضو جدع جدا. بصراحه مش من النوع اللي بيتكلم على حد من وراه. صحيح. ذكي جدا بالنسبه للشغل وبزنس. ست لا معلش، قولي تاني وقولي. بصي بصي، خدي وقتك. ايوه شاطرين جدا في البزنس، اذكياء جدا، الارقام، الاسامي، الذاكره عندهم قويه جدا. لا ذهنهم صاحي وشاطرين سوشيال جدا، يعني اجتماعيين جدا. بس ذاكره ايه ده؟ انا ذاكره السمكه. ايه ذاكره سمكه؟ في ايه؟ في الاسامي وفي الارقام وفي كل حاجه. لو انت بس محتاجه تشغليها شويه بس. انت كبرجك يعني اتدربي عليها، في ابلكيشنز، في حاجات بتنشط الذاكره. عايزه اشكر في نفسي يا جماعه، اشكروا فيا انتوا شويه. دي اقل حاجه عندي. بس لا، في عندكم حاجات لو تلاقيها مش شغاله
انت ممكن تشغليه زي ايه بقى عشان لو انت عندك مشكله دكتوري صحصح معانا ويركزي بتنسي الارقام الذاكره ضعيفه في اكل معين دايت معين لازم تمشي عليه انا ممكن اتخانق مع حد ليه فاضطر ابقى لطيفه عشان انا ناسيه انا زعلانه ليه ده عشان ممكن يكون رتم الحياه عندك سريع شويه بس لو انت حابه يعني تشجعي عندك وتنشطي عندك الحته دي لا نشطيها في تمارين معينه بتتعمل بتنشطها بس لا انتوا كارقام شاطرين جدا في الحساب وفي البيزنس وفي الحاجات دي كلها شاطرين جدا جدا التور ننتقل اللي بعده الجوزاء استني بس لسه طيب لا احنا بنقول اسئله ولا مش بنقول العيب اكتر عيب واكتر عيب ننتقل اللي بعده ولا عندك برج